انتخاب الأخ أبو العبد الإسماعيل هنيه رئيساً للمكتب السياسي للحق. أبو الوليد خالد عبد الرحيم إسماعيل مشعل معلناً انتخاب مجلس شورى حركة المقاومة الإسلامية حماس أبا العبد إسماعيل عبد السلام أحمد هنية رئيساً على المكتب السياسي في الانتخابات الداخلية للحركة بعد 20 عاماً من تولي أبي الوليد المنصب دون الإعلان رسمياً عن الوظيفة أو المهمة التي سيكلف بها. انتقال شيعته وسائل الإعلام الاجتماعي مثقلة صفحات تفاعلها بالاهتمام والمتابعة مسترسلة من حيث توقف نقل الصحافة. 6 مايو/2017 يوم تاريخي بإجماع لا يكاد ينخرم اتفاقه في حدود تسجيل الحالة الانتقالية شكليا على الأقل. تجربة تنادى بعض المدونين ومن حولهم من المغردة إلى نقلها إلى عموم البيت الداخلي الفصائلي عبر فضاء تغريد واسمه الجامع هنية رئيسا، حيث ارتفعت أسهم المشاركة محلة الهاشتاغ الموحد مقام الترند العالمي باعتباره حدث النقاش وحديث التداول. تحديات حركة حماس السياسية ودورها المستقبلي على خريطة التأثير بين المؤمل والغيب وحضور القضية الفلسطينية في قابل برنامج أدائها العملي نقاط حوار وبساط نقاش أطت له صفحات الفضاء الافتراضي بمثل ما فاضت به كأس التعاطي الإعلامي خلال تغطية المشهد الانتخابي ومواكبة رجع صداه. التجربة التي انتقلت عدوى استكناهها إلى الإعلام الاجتماعي كانت لحظة تبلورها مادة اهتمام تعاورتها وسائل إعلام العدو الكاشح قبل الولي الحميم والشقيق الخصم، فعلى حين رحبت بها حركة فتح رافعة سقف احتمالها الدبلوماسي إلى درجة الترحيب بانتقال مركز صناعة القرار السياسي من الدوحة إلى غزة، أفردت القناة العبرية الثانية صفحة تغطية لحدث فوز هنية معتبرة أن مهمة الرجل الآن هي تسويق حركة حماس وفتح أفق علاقات جديدة في المنطقة وفق تعبيرها، بينما وضعت القناة السابعة الصهيونية لتغطيتها الخاصة عنوانا عريضا هو مشعل أنا جندي تحت إمرة إسماعيل هنية لحاجة في نفسها ربما. تحت سقف البيت العائلي الفلسطيني مجددا عززت حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الديمقراطية ترحيب حركة فتح وأملها في أن يشهد عهد هنية إنهاء حالة الانقسام بإعراب الأولى عن أملها أن ينجح رئيس المكتب السياسي الجديد في الحفاظ على المهمات والأحمال الصعبة، واعتبار الثانية فوز المنتخب دليلا على قوة الديمقراطية التي تتمتع بها حركة حماس بما يشكل رافعة للحركة. كما أدلت الجبهة الشعبية بدلو تصريحها بشأن الانتخاب مؤملة أن ينجح إسماعيل هنية في مهامه وأن ينعكس رصيد كاريزميته الشخصية على أدائه السياسي في موقعه الحركي الجديد.